ألف مبروك يا دكتور. ربنا يخليك لينا يا عم. طيب أجلي الزغاريت شوية، أجلي الزغاريت شوية، طولي بالك يا توحيدة. ايه في اي حاجة؟ ما تسيبنا نفرح، احنا ما صدقنا ان الدكتور قال عايز اخطب. يا ستي بافراحي. انا بس في كلمتين اتنين عايز اقولهم للاستاذ عبد الحميد. تحت امرك. معلش يا استاذ عبد الحميد، عشان نبقى على نور من اولها. خير يا حاج؟ عاوز تقول ايه؟ بقى يا سيدي الدكتور مترشح من الجامعة يطلع بعثة، يعمل دكتوراه يعني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يوفقك. والبعثة فين إن شاء الله؟ والله هما لغاية دلوقتي بيقولوا إنجلترا يا عمي. طب وماله؟ روح كمل دراستك وخد شهادتك، ودعائها هتفضل مستنياك، يعني مفيش كلام في الموضوع ده. أيوه مظبوط. طيب هل في مانع لدعاء تسافر مع الدكتور؟ مستني يا أمال. مانع إزاي يعني؟ هو الدكتور ناوي يكتب وياخدها معاه ويبقوا يعملوا فرحهم هناك، هل في مانع؟ مستني يا أمال. يعني لو كان معاد البعثة بعد ما تكون دعاء خلصت دراستها ما عنديش مانع، لأن هي كمان عايزة تعمل دكتوراه في الأدب الإنجليزي، يبقى جات من عند ربنا، هما الاتنين يروحوا يدرسوا وينجحوا. مبروك يا دكتور. الله يخليك يا عم. مبروك يا دكتورة. لكوا طلب تاني قبل ما نقوم نتعشى؟ هو في طلب أخير يا عمي بعد إذنك، وده هيكون أول طلب أطلبه منك وأنا خطيب بنتك. قول اللي أنت عايزه وإحنا على العشاء. ما هو بعد إذن حضرتك الطلب ده بخصوص العشاء نفسه. أوعى تقولي مش عاوز تاكل. احنا ما اتغديناش عشان ناكل مع بعض عيش وملح. انا كمان يا عم لسه ما اتغديتش والله. امال ايه عاوز ايه؟ انا كنت يعني عايز استاذن حضرتك ان انا ودعاء نتعشى بره. استني يا امال. تتعشى بره ازاي يعني؟ يعني في اي مكان عام احتفالا بالخطوبه. استني يا امال من اولها كده يا ابني. لو بعد اذن حضرتك كمان ممكن ناخد المريض بتاعنا معانا. خلاص احمد هو اللي عازمكم. استني يا امال. لا يا بابا انا ما ينفعش. انا ما ينفعش ايه يا ابني؟ ما ينفعش ايه؟ بص انا اللي هديك الفلوس، يعني انا اللي هدفع، وخدها انا معاك عشان تتعشى وبتتفسح. جات لك عتب طب يا حلوه. ها اهدى ايه؟ ما يلا شوف هتنزلي بايه، فسحه ولا على البال ولا على الخاطر مع الكابتن كمان. ايه مالك مش مبسوطه ليه؟ لا طبعا مبسوطه قوي. الف مبروك يا بنت خالي، ربنا يوفقك يا رب. الف مبروك. طب يلا، ولا مش عايزه تنزلي تتفسحي مع احمد؟ احمد ابن خالك. صح ابن خالي، بس هتقعدي جنبه في العربيه وهيسوق بيكي، بس خدي بالك خليه يسوق على مهله، انتي المسؤوله قدام. وانا هعمل ايه يعني؟ ما هو اللي سايق، ادي الله وادي حكمته. احمد خد المفاتيح بتاع العربية، بس تسوق بعقل عشان ربنا يسترها والليلة تعدي على خير. ايه مش عايز تنزل مع اختك؟ في ايه؟ مفيش يا بابا، بس كنت عايز انزل مع اصحابي. يعني اصحابك اهم من اختك واهم من واجبك؟ تسيبها تنزل لوحدها في عز الليل مع الدكتور؟ ايه مصدقنا جه قرا فتحتها نقول له خدها وامشي؟ يرضيك ده؟ خلاص يا بابا. مش خلاص يا ابني، حاول تفهم اللي بقوله عشان بعدين تعرف تعامل ولادك صح. لما الدكتور يكتب كتابه على اختك من حقه ياخدها وينزلوا لوحديهم، دي الاصول والشرع كمان. امسك امسك وادفع انت حساب العشاء، ما تسيبوش يدفع. ها لان بنت عمتك معاك، سامعني؟ سامعك يا بابا. وما تاخدش محمد معاك عشان يقعد يذاكر. يلا يا كابتن الدكاتره مستعجلين. لا ثواني يا بابا انا هرد. انا اللي هرد، استنى انت. بعتذر لهم بعدين. الو الو الو. اصحابك ما بيردوش. اسمع عايزك تاخد بالك وانت بتسوق، انت معاك اتنين دكاتره وكلها كام سنه نطلع نستقبلهم في المطار وهم نازلين من الطياره في ايديهم اتنين دكتوراه وعيلين كمان. عقبال ما افرح بيك انت ومحمد. يلا يا دكاتره. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظكم. معلش يا محمد خش ذاكر انت. هتعجزونا قبل الاوان يا اولاد، هبقى جدي وانت هتبقي جدة. ايه يا امال؟ يلا اتكلوا على الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. خلي بالك من هنا. حاضر. مبروك يا امال. ايه بتعيطي ليه؟ دعاء
الدعاء هتسافر يا عبدو. بتعيطي مؤدب؟ هتوحشني يا عبدو. اما يجي السفر يبقى عيطي. الحمد لله بالسلامة يا باشا. الله يسلمك. الله يسلمك يا سيدي. بقول لك ايه؟ والاجتماع في الاوتيل مش كده؟ وما عليك ترجع عشان العشاء على البسين. في مواعيد تانية؟ ما تقوليش في مواعيد تانية. مدام رندا يا باشا. لا الا الميعاد ده، لو ما قلتهوليش يبقى ما تنفعش تشتغل معايا. اطلب لي زمالك. امامك يا باشا. اتفضل. ماما رد التليفون ده ليه؟ اكيد ده ميدو. الو، انت مستنيه تليفون من حد غيري ولا ايه؟ بونسوار يا بابا. ده بابا يا ماما. مالك ملهوفه كده ليه؟ حضرتك ما كلمتنيش ليه على الموبايل بتاعي؟ عشان انا بكلمك من مصر يا حبيبتي. ايه ده، حضرتك رجعت بالسلامه؟ يا روحي، انا مش قايلك انا جاي الليله؟ الف حمد لله على السلامه يا بابا. وده ينفع برضه انك تقوليها لي في التليفون؟ مش تيجي واشوفك؟ انت وحشاني جدا جدا جدا. على فكره انا جبت لك معايا كام حته سينيه مفيش حد هيبقى لابسها في مصر غيرك. ها، تتغدي معايا بكره؟ لا 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 لا، انا مستنيكي بكره على الغدا. استاذني من مامي وتجيلي. اوكي، باي باي. بابا عازمني على الغدا عنده يا ماما، بيقول ان هو جايب لي حاجات من امريكا. لو حضرتك يا ماما مش عايزاني اروح، مش هروح تاني يا نجار. تاني وتالت ورابع يا ماما. انا بحس ان حضرتك زعلانه لما انا بكلم بابا، وانا بقى ما اقدرش اشوفك تعبانه. يا حبيبتي حبيبتي يا نجار، يا حبيبتي انا مش عايزه احس ان انت تبقي غلطانه لما بتكلمي عن بابا. انا بحس ان حضرتك يا ماما بتبقي متضايقه لما هو بيقرب مني او بيكلمني. شوف يا نجار، ده باباكي ومفيش مخلوق في الدنيا يقدر يبعدك عنه حتى لو كان انا. خلاص، لو حضرتك مش زعلانه وعايزاني اروح له يبقى انت تيجي معايا. لا اهو ده اللي مش ممكن يحصل ابدا، ومرفوض الكلام في الموضوع ده تاني. انا قلت كده كذا مره. حضرتك هتفضلي كده يا ماما على طول؟ انت في حته وهو في حته وانا في وسطكم؟ ما كفاكم الفصال بقى، انا تعبت. لو تعبانه هنا روحي هناك عند باباك استريحي. هسيبك ازاي يا ماما؟ انا ما تخافش عليا، وانت دلوقتي كبرتي ما بقيتش اخاف عليكي. مهم تكوني مستريحه ومش تعبانه. ماما انا ما اقدرش اسيبك ابدا، أنا أسفة، أسفة أوي. نجار يا حبيبتي، أرجوكي وعديني بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني. أنا عارفة يا ماما إن بابا زعلك أوي، غدر بيكي وخانك، مش كده؟ أبوكي خان الكل وأولهم نفسه، عشان كده خسر الكل وأولهم نفسه برضو. اللي بيخون بيخون نفسه، واللي بيتنازل مرة بيتنازل العمر كله. معلش، انتي كبرتي وكان لازم أقولك. لازم نتكلم مع بعض، ونتكلم مع بعض كتير، نعوض السنين الطويلة اللي احنا ما اتكلمناش مع بعض فيها. اتفضل اقعد. ما تقعد، مالك مستغرب المكان؟ لا ابدا يا بابا، هستغربه ليه؟ انا ما نسيتش برضه ان انا متربي هنا. كنت لحد ما خدتك الست والدتك تعيش معاها في المهندسين،
ونسيت بيت ابوك المتواضع اللي انت تربيت فيه. حضرتك اللي قلت لي روح اقعد معاها مش انا. كان غلط غلط. تخيلت انها اولى بيك وان هي محتاجه لك وانت مش محتاج لي وان انا مشغول عنك طول الوقت. بس ثبت ان حساباتي كلها غلط. ما ينفعش الاب مهما شغلته الدنيا انه ينشغل عن ولاده. بابا انا ما انشغلتش عن حضرتك، انا كنت باجي. ابني سير. ما ينفعش. لازم الابن يتربى مع ابوه عشان ما يفاجئش في وقت من الاوقات ان ابنه مرتكب جريمه وممكن يدخل السجن. صح يا خالد بيه؟ ابني زاير ما ينفعش. لازم الابن يبقى صاحب بيت وصاحب ابوه. ما دام الابن عدى 17 او 18 سنه لازم يبقى صاحب ابوه. ايه ده؟ هو الاجتماع ابتدى قبل ما اجي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي احنا لسه ما اتكلمناش. امال ايه اللي انا سامعاه ده؟ تمهيد؟ تمهيد على ايه؟ الموضوع له صعب ولا هو بعيد عشان نمهد له؟ طبعا حضرتك مش عايز سكر. لا. طب ممكن حته كيك عشان خاطر يا بابا، حته واحده بس، ما تقلقش ما فيهوش سكر كتير. اتفضل يا بابا. شكرا يا بنتي. اسمع يا خالد، لازم نشوف حل للولد اللي انتوا ضربتوه رميتوه في حمام السباحه. لازم القضيه دي تنتهي باي شكل. حضرتك خايف يتحكم عليا؟ مش مساله يتحكم عليك ولا لا، انك ما تغلطش، ما تخالفش القانون، ما تعتديش على حد. مش مساله يتحكم عليك ولا لا، ما في ناس كتيره بتخش السجن في قضايا سياسيه بدل مره خمسه وست مرات، وانا اهو منهم. وفي ناس بيتحكم عليها ظلم. المسألة إن أنت ما تخالفش القانون، خالفته ولا لأ؟ مش معقول. مش معقول يا بنا مسخر حياتي كلها لخدمة العدل، وإن هاجم الفساد والفاسدين والخارجين عن القانون، وفي الآخر ألاقي ابني مجرم، ومع مين؟ مع ابن شكر عبد الرؤوف، اللي أنا قعدت 3 سنين أحرف في الجرايد، لحد ما المحكمة أدانته، واتطرد من الوزارة بسبب الفساد والرشوة. طب حضرتك شايف ايه يا بابا؟ خالد ممكن يعمل ايه؟ الولد ابن المعلم عبد الحميد المربي الفاضل لازم نعتذر له وياخد حقه. في فرق بين ان احنا نقر بخطأنا ونعترف فيه ونعتذر، او المحكمة تديهوله غصب عننا. ويكون في علمك انا مش هتنازل عن الحق ابدا، ومش هوالس، ومش هكذب زي شكر عبد الرؤوف، وغير مسموح ليك انت كمان انك تكذب. طب عشان خاطري يا بابا، عشان خاطري اقعد بس استريح، اشرب الشاي بدل ما يبرد وتقول لي اعملي غير يا سميه. ماشي. انا عايز اسالك سؤال، انت ترضى ان حد يعمل فيك اللي انتوا عملتوه في الولد ده؟ رد عليا. ترضى ان شويه عيال يتلموا عليك ويضربوك ويرموك في حمام السباحه؟ لا يا بابا. امال قابلته ليه على ابن الناس؟ انت ابن الناس هو لا. كلنا ولاد 9 بني آدمين. كل الشرائع والأديان والدساتير بتقول إن الناس متساوية. محدش بيفرق عن حد غير بالاجتهاد والتحصيل والأخلاق، فاهم؟ فاهم يا بابا، شوف حضرتك عاوزني أعمل إيه وأنا أعمله على طول. أنت وكل اللي كانوا معاك وإحنا معاكوا نروح للراجل الفاضل عبد الحميد ونعتذر له. نعتذر له؟ طب هنعمل إيه لو ما قبلش الاعتذار؟ نشوف أي حل نرضيه بيه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. الحمد لله. أنا حاسس إن ربنا أكرمني ورضاني أكتر من اللي كنت بطلبه منه. طول عمري بدعي له إنه يكرمني في دعاء، يوفقها في دراستها ويرزقها بابن الحلال اللي يصونها، وهرزقها بابن ناس طيبين، وهاخدها معايا يعملوا دكتورة كمان. انت هتقعد طول الليل تحسب وتعيد حساباتك ولا ايه؟ ها؟ انا يتقال لي ها؟ مالك؟ اقولك مالي؟ انا مبسوط. مبسوط؟ طب ما تبسطني معاك. بقى انت مش مبسوطة؟ ده انت الفرحة بترقص في عينيك. مش هتنام؟ انام ازاي؟ اما يجوا الولاد عشان اطمن. كل ده عشاء. انا لازم اشتري اللي بيقولوا عليه المحمول ده بقى. لا يا اخويا حد حايشك ولا انت ما بتفتكروش الا لما العيال يتاخروا؟ دعاء بس، التانيين رجاله يعني
انا ممكن اشتري واحد بس. بس ايه؟ الميزانيه لا تسمح. لا هي الميزانيه تسمح بشراء تليفون واحد، لكن ساعتها احمد هيقول لك انا كمان عايز تليفون. يوه ده قلب دماغي، بقاله سنتين عاوزنا نشتري له موبايل وانا اقول له منين يا اخويا؟ في سلوس. طب قولي لي ايه الحل بقى؟ الحل، الحل نقف نستناهم في البلكونه. اهم الحمد لله وصلوا. على الله ترتاح بقى. يعني انت ما ارتحتيش؟ والله الفيلم حلو قوي. انا عايز اقول لك ان انا بدخل الفيلم ده تاني بجد حلو والله. عجبك؟ ايه ده مش مكوي من فوق من عندنا؟ بس بسم الله ما شاء الله لايقين على بعض. قول الله اكبر. قلت بسم الله ما شاء الله زي ما يكونوا مخلوقين لبعض. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والواد أحمد والبنت هنا. مالهم الواد أحمد والبنت هنا؟ لايقين على بعض برضو، بس هو الواد طويل عنها حبتين. انت ناوي تقص منه حتة بقى عشان يبقى على مقاسها؟ ما تسيب الواد في حاله يا عبده. أسيبه في حاله ده إيه؟ ما تفتحش عينيه. احمد عينيه مغمضه، ده مفتحها من زمان قوي، ولا انت مش شايفه؟ ده انت اللي مش شايف. لا انا شايف، هو في حاجه بتدرى كان هيموت بسببها. وبعد ده كله هتيجي تقول له فوت نجار وبص البنت عمتك؟ من غير ما اقول له نجار مش مناسبه ليه، وهنا اللي مناسبه مننا وعلينا وبنت عمته. بعدين البنت واخده بالها منه. وهو ولا على باله. بكره يبقى على باله. بعدين نجار دي مسيرها تروح للي زيها، للي من توبها، ومسير احمد يلاقي اللي من توبه. طب عشان تبقى فاهم بقى يا مستر، هنا من وجهه نظر احمد ما تزيدش عن حته بنت فلاحه جايه من دسوق. بنت فلاحه جايه من دسوق وجابت مجموع عالي ودخلت الجامعه. وايه يعني؟ ما ابوه كان فلاح جاي من بلد جنب دسوق جايب مجموع عالي ودخل الجامعه، وحضرتك شفتيه واعجبت بيه وجريتي وراه. ايه ده؟ لا انت اللي جريت وراي. لا انت اللي جريتي وراي. لا انت جريت قوي وتعبت كمان. جرينا ورا بعض. يا عبدو احنا حاجة واحمد حاجة تانية. حاجة تانية ازاي يعني؟ احلى واغنى بنت في الجامعة بتموت فيه. طب وبعدين؟ وهو كان حيموت نفسه عشانها، حنقص منه متر عشان يبقى على مقاس الست هنا؟ يا ماما يا ماما يا ماما احنا جينا. الحمد لله على السلامة. السلامة. فسحة سعيدة. ميرسي يا ماما. انبسطتوا في العشاء؟ كله عك في عك، هو في احلى من نفسك يا مرات خالي في الاكل؟ هو بابا نام؟ يقدر ينام وانتوا لسه بره؟ بكلمك هندي، محدش اتصل بيا. حد مين؟ اي حد وخلاص. جالي تليفون ولا لا؟ لا. الفيلم حلو ها؟ فيلم مين؟ انتوا مش دخلتوا السينما ولا ايه؟ هو بصراحه الفيلم حلو قوي، بس وحش قوي بتوع الثانويه العامه، فيا ريت تذاكر وتدحى عشان تخش ادب انجليش. سياسه واقتصاد يا كابتن. يا سيدي ربنا يوفقك، اهم حاجه تذاكر كويس عشان تخش الجامعه اللي انت عايزها. جاي حالا يا امال. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا حبيبي. ايه رايح فين؟ حضرتك عاوز حاجه؟ لا انت لو عايز تكمل التليفون خش كمل. لا انا خلاص مفيش حد بيرد تقريبا كده، مفيش حد في البيت. تعال نتكلم. طمني العشاء كان كويس؟ الحمد لله. طبعا اكل اي كلام، اكل امك احسن، بس ارزاق بقى. المهم انبسطوا. ودخلنا سينما كمان. كل ده على حسابك؟
لا طبعا الدكتور علي دفع حساب السينما لما انا احنا دفعنا حساب العشاء. عشان كده اتاخرتوا بقى يعني. وهنا هنا عجبها الفيلم؟ يا بابا هنا ايه وفيلم ايه، بس ما خدتش بالها من الفيلم اصلا، ما كانش وراها غير ان هي متاخره وراها جامعه الصبح. شفت هنا بقى، شفت بنت مجتهده وبنت حلال. بابا هو الدكتور علي هيتجوز دعاء من غير لا فرح ولا شبكه ولا عفش؟ دعاء وعلي مسافرين انجلترا يدرسوا وبعدين يبنوا مستقبلهم، عشان كده مأجلين الشكليات. المهم ياخدوا الدكتوراه. انت كنت حاضر معانا؟ يعني هو الواحد ممكن يتجوز من غير الحاجات دي واهل العروسه يوافقوا؟ لو كانوا ناس طيبين زينا كده وعلى قدهم وتقدم لهم عريس عاوز يكمل نص دينه ويكمل تعليمه هينسوا الشكليات. لازم قدنا وزينا في الجواز؟ لازم الانسان يدور على ناس من مستوى زينا وزي الدكتور علي كده. يعني الفقراء يتجوزوا بعض والاغنياء يتجوزوا بعض؟ ايه مش عاجباك الحكايه دي؟ مش حكايه مش عجباني، بس كده بابا الفقير هيفضل فقير والغني هيفضل غني، مفيش حل. يا ابني الجواز مش تجاره الواحد يربح من وراها، اهم حاجه في الجواز ان الشاب يختار البنت المتدينه زي الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال. واهم صفه في الراجل اللي اتجوزه لبنتك انه يتقي الله، زي الامام البصري لما قال لواحد راح يساله اجوز بنتي لمين، قال له زوجها لمن يتقي الله، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يهنها. عن اذن حضرتك. ايه رايح فين؟ واضح ان مفيش حل. بابا. نعم يا احمد. هو لو حضرتك كنت غني او مشهور مثلا كنت هتوافق ان انت تتجوز دعاء للدكتور علي بالشكل ده؟ لو كنت غني او مشهور زي ما في دماغك ما كانش الدكتور علي تقدم يخطب بنتي، كان هيدور على بنتي ناس طيبين من مستواه ويتجوزها. يا ريت تكون فهمت عشان ترتاح. خش نام تصبح على خير. حضرتك من اهله. واضح ان المسألة مش زي ما كنت متصور يا أمال. سألت ايه؟ حكاية أحمد اللي كنا بنتكلم فيها. تكلمته في حاجة يا عبده؟ قلت له حاجة؟ هكون قلت له ايه؟ قلت له أنت شايف هنا ازاي؟ هو شايف هنا ازاي؟ قلت له حاجة يا عبده؟ هو مش شايف هنا خالص. لا فلاحة من دسوق ولا طالبة في الجامعة في القاهرة. مش شايف غير نجار. وسألني بشكل غير مباشر طبعا. أنا لو رحت أخطبها أو عاوز أتجوزها تفتكر أبوها هيديها لي ببلاش زي ما أنتوا عملتوا مع الدكتور علي؟ وبعدين؟ حاولت أفهمه بالمحسوس بشكل غير مباشر، يعني بالكناية بلغة البلاغة. وقتها حسيت إن المسألة مش سهلة. ربنا يعديها على خير. كله هيعدي على خير إن شاء الله. قوم نام. عارفة اللي شاغل بالي إيه؟ يا ترى البنت بتحبه زي ما هو بيحبها؟ والله يا عبده من ساعة المستشفى لغاية النهاردة كل اللي شفناه منها بيقول إنها بتحبه. تبقى مصيبة لو بتحبه. تبقى مصيبة؟ طبعا. أنت مش عاوزها تحبه ولا إيه؟ يا ريت تكون ما بتحبوش عشان كل واحد فيهم يروح لحاله، لكن لو بتحبه مش هنخلص. هيقول لي روح اطلبها لي من فؤاد نصار. طب أروح له إزاي فؤاد نصار؟ هو فين واحنا فين؟ مش من طوبنا. وعلى فرض رحت اتقدم له تفتكر هيوافق؟ ايه
ازيك يا بابي؟ اهلا اهلا اهلا. نجار فؤاد نصار احلى بنت في الدنيا كلها، وانت اجمل واحلى اب في الدنيا كلها. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، وحشاني يموت. Girls go and have a swim. تحبي تروحي البيسين معاهم ولا تقعدي معايا؟ لا طبعا اقعد مع حضرتك، البيسين موجود كل يوم في النادي. النادي؟ انت لسه بنتي بتروحي النادي؟ الناس كلها عارفه انت بنت مين يا حبيبي. والله ما بقت تفرق. لا ازاي تفرق، كتير قوي. انت عارفه انت يا نجار تمتلكي كام بيسين؟ في مارينا، في كان في فرنسا، في فينيسيا، في لندن بيسين شتوي. ولو ما عجبكيش كل ده تاخدي طيارتي الخاصه وتروحي لوس انجلوس، تنزلي في البيسين وتتغدي، وتاني يوم تيجي تفطري معايا. ايه رايك يا قمر تيجي معايا امريكا؟ لا طبعا يا بابي، ما اقدرش اسافر واسيب مصر. حضرتك عارف ليه؟ ليه؟ علشان مامي هنا. ازاي همشي واسيبها يعني؟ يا حبيبتي وانت صغيره، انت كبرتي على الكلام ده. طب وهي كمان كبرت، ازاي بعد ما كبرتني وربتني انا همشي واسيبها بعد ما هي ما تكبر؟ يعني هتقضي حياتك كلها جنب مامي؟ قول لي انت بس الاول هتتغدى ايه؟ بتغيري الموضوع، ذكيه زي يا ابوكي. علشان حضرتك عارف ان الموضوع ده منتهي من زمان. يا بابي ماما ضحت بحياتها كلها علشان خاطري. محدش قال لها تضحي وتحرم نفسها، الدنيا كلها كانت تحت رجليها. وهي بقى ما اختارتش الدنيا كلها، مامي اختارتني انا بس. خلاص يا حبيبتي خليكي هنا، خشي الجامعه هنا، وادرسي هنا، وروحي النادي هنا، واقعدي مع ولاد اعضاء مش من مستوانا، ولما يتخانقوا يجرجروكي في الاقسام وفي النيابه تبقي شاهده. شاهده؟ مش ده اللي حصل يا حبيبتي. انت فكرك يعني انا مش متابعك خطوه بخطوه حتى وانا بعيد عنك؟ نجار نجار، انت كل حاجه ليا في الدنيا، انت بنتي الوحيده. انا لازم اخاف عليكي ولازم احميكي حتى من نفسك. نسيت اقول لك، عارفه مين جاي يتغدى معانا النهارده؟ مين يا بابي؟ انكل شكري. اخيرا فؤاد بيه نصار في القاهره. اهلا اهلا، انا باجي عشان خاطر نجار. يعني لازم نشكر نجار بقى اللي خلتنا نشوفك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. انكل شكري مش فاكراه؟ لا طبعا فاكراك. ازاي حضرتك يا انكل؟ بابا اشرف، علشان تعرفيني اكتر، ما هو الولاد لما كبروا نسيونا يا فؤاد. يا سيدي نبقى نفتكرهم احنا حتى لو نسيونا. انكل شكري هيتغدى معانا، اظن ما عندكيش مانع. طبعا نكمل كلامنا على الغدا. اوكي اتفضلوا. اتفضلي يا حبيبتي. تعرف يا فؤاد ان في ناس كتير دلوقتي بيشبهوك بأونسيس. ايوه بيقولولي، بس انا ناقصني حاجتين اتنين بقى عشان ابقى شبهه بالظبط. اعمل فيلم عن قصه حياتي واتجوز ارمله رئيس امريكا. على فكره انا لو عملت الفيلم ده مش هنسى اقول ابدا انك انت كنت السبب، انت اللي علمتني ازاي اطير لفوق. شايفه بابا وافي ازاي؟ ما بينساش. وعلى فكره ده سبب نجاحه فعلا، يعني جار أونسيس. نجار على فكرة أنكل شكري واخد على خاطره وزعلان منك جدا عشان شهادتي ضد أشرف ابني. أنكل شكري زعلان مني أنا؟ وأنا كمان زعلان منك جدا. دي مش أخلاقنا يا بنتي. هي أخلاقنا إن إحنا ما نشهدش باللي إحنا شفناه؟ حد قال لك تشهدي؟ ثم مين ده اللي انت رحت تشهدي علشانه؟ يعني انت تعرفيه؟ حتى لو ما عرفوش المفروض لما يسالنا. ما تقولي ما شفتوش. يعني ايه؟ هو انا عمية؟ ايوه عمية. المحامي هيقدم شهاده طبيه بتقول انك انت ما بتشوفيش كويس بالليل، يعني ما شفتيش حاجه خالص. لكن انا بقى بشوف وشفت كل حاجه. وانا بقول انك انت ما شفتيش حاجه خالص. المحامي هيقول كده والشهاده الطبيه هتقول كده والدبلوماسيه كمان بتقول كده. الدبلوماسيه بتقول ان احنا ننعمي؟ من اوائل شروطها انك انت ما تشوفيش كل حاجه وما تقوليش كل حاجه، لكن تسمعي كل حاجه. مش ده اللي بيدرسولك في الجامعه؟ الحقيقه ان احنا بنتعلم حاجه تانية خالص. يبقى بيعلموكي حاجه غلط. ايه بطلتي تاكلي ليه؟ شبعت. على فين؟
عندي مذاكرة في البيت، هروح أكملها بعد إذنك. المحامي هيقدم الشهادة الطبية تنضم للملف في النيابة. وشكري لو الراجل المدرس ده راكب دماغه قوي، شوف حد يا أخي يديله قرشين وخلصني بقى. ايه يا بنت؟ ما غيرتش هدومك ليه؟ ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ قومي روشي كده يلا وخلينا نتغدى. هو خالي فين؟ خالي؟ عاوزه خالك ليه؟ عاوزه في حاجه. حاجه ايه؟ حاجه وخلاص يا دعاء، انت لازم كل حاجه تتحشر فيها. خلاص يا انا خالك في الصالون بره في ايه؟ شكرا. هي حاجه سر ما ينفعش اعرفها؟ لا ما ينفعش تعرفيها. قال لي خبر النهارده بفلوس، بكره يا حبيبتي يبقى ببلاش. مالها البنت دي؟ افتح الباب يا اولاد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا بابا. وعليكم السلام يا حبيبي. ايه يا هنا واقفه كده ليه؟ عايزه حضرتك في كلمتين يا خير. تعالي يا حبيبتي. كلمتين بس، نخليهم 10 كلمات. نخليهم موضوع تعبير بحاله. اقعدي. متشكرين. متشكرين على ايه؟ انت عايزه تقولي ايه؟ انا عاوزه امشي من هنا. تمشي من هنا؟ ليه يا بنتي؟ عشان اقعد هناك. هناك فين؟ في مدينه الطالبات. ليه يا بنت اختي؟ حد مزعلك هنا؟ لا ما حد زعلني. ده انتوا حتى شايلني من على الارض شيل. طب عايزه تمشي ليه؟ بصراحه كل حاجه هنا على قد، يعني المطرح على قد اصحابه. الكلام ايه اللي بتقوليه ده؟ ما انت اصحابه. هو انت غريبه؟ بس انا هبقى مرتاحه هناك، وانتوا برضو تبقوا براحتكم. لو انا خالك بصحيح وانت بنت اختي، قولي لي الحقيقه، عايزه تمشي من هنا ليه؟ حاسه اني ماليش مطرح، ماليش مكان، مش هنا بس، في مصر بحالها. حاسه ان الغريب فيها بيبقى تايه ومحتار. بصراحه ربنا انا كنت جايه فاكره ان الناس غير كده خالص، والدنيا كلها غير كده. الناس هنا غير عندنا خالص. طب بس ما تعيطيش، العياط هيفيدك بيه دلوقتي. هو اللي يجي مصري ويتزنق يعيط؟ انا مش عارفه اعمل ايه يا خير. تعافري تعافري، تحفري بايديك واسنانك لحد ما تعملي لنفسك مكان، تزقي بكتفك، ما تسيبهمش يطوحوك لحد ما تقعي ويدوسوا عليك. ايوه انا حاسه اني بتطوح وانهم هيدوسوا عليا برجلهم، عشان كده قلت ابعد. وعاوزه تروحي بيت الطالبات؟ على الاقل انت هنا في بيت خالك ووسط ولاد خالك. عارفه انت بتفكريني بنفسي زمان لما جيت اخش دار العلوم. كنت زيك كده عود اخضر، وجاي من بلدنا اللي جنب تسوق. وصلت مصر ما اعرفش حد، اتلفت حواليا ما حدش بيمد لي ايده. حسيت ان مصر ضيقه عليا قوي. عشت في مدينه الطلبه مع 2 زملاء من البحيره، وعينك ما تشوف الا النور. العيشه نار، والفلوس اللي بيبعتوها من البلد قليله جدا. اسالي والدتك، انا كنت بحكي لها على كل حاجه، لان احنا فوق راس بعض. لحد ما ربنا اكرمني وقابلت امال اللي بتفرج علينا. ساعتها حسيت ان مصر براح واسعه، وان انا عايش فيها لوحدي. اسالي مرات خالك، احكي لها امال، احكي لها زي انا رحت البلد وقفت الاهلي على رجلي ونص لحد ما يجوا يخطبوكي. ايوه حصل. لعلمك لما ربنا هيكرمك وتقابلي ابن الحلال، ساعتها هتحس ان مصر وسعت وبقت براح. المهم الوليف. ايه ماشي ليه؟ لسه ما خلصناش كلام.
ولا مكسوفه يا بنت فاطمه؟ لا يا خيري مش مكسوفه، انا بس عاوز ارتاح، وانا مش هرتاح غير لو مشيت من هنا. ايه في ايه يا امل؟ انت بتسالني انا؟ امال اسال مين؟ تسالني ليه؟ انا مش لسه جايه الاقيك عمال تحكي لها قصه حبنا؟ البنت عاوزه تسيب البيت وتمشي، في حد منكم زعلها؟ مين؟ احمد ابنك. احمد زعلها ازاي يعني؟ بيحب نجار. يا رب تكون فهمت. يلا عشان تتغدى. يلا. بص ما تتكلمش يا عبد البر. حاضر. دلوقتي هيجي اللي هيتكلم معاك. انت فين يا عبد البر؟ موجود حضرتك سيادتك يا فندم. موجود فين؟ اكيد بتشتغل في مدرسه تانية يا فندم. مفيش اي مدارس حوالينا. طب روح ادعي مستر عبد الحميد. حاضر. استنى قول له مدام زينب عايزاك ضروري تشوف لها حل في البني ادم. في الولد الغبي اللي واقف بره. اول ما عرفت جيت جري على طول. عارف عمل ايه؟ عارف يا مدام زينب. المره دي بقى سيبيني مني ليه؟ بعد اذنك. قدامي قدامي انا يا رياض. قدامي. يترفد فورا لحد ما يجيب لي ولي امره. خلاص انتهى يا مستر عبد الحميد. قدامي. ايه بس اسكت ولا كلمه يا اخي. اختشي على دمك. اختشي على دمك بقيت طول الباب. يا مستر انا عايز اقول لحضرتك بس. ايه عايز تقول لي؟ قول لي. عايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي انك كسرت الديسكات عشان تتخانق بيها انت والعيال مع تالتة تالت؟ ايه ما تقول يا سرياض. عارف رياض معناها ايه؟ جمع روضه. جمع روضه. جمع تكسير زي تكسير الدخت. تعرف تعملها لي جمع سالم؟ جمع روضه يا انا. رياض اسمك. انا نفسي اعرف ايه اللي وزك في دماغك عشان تعمل كده. يا مستر عايز اقابل حضرتك. تقابل حضرتي؟ تقوم تكسر الديسكات وتتخانقوا؟ ناقص تقول لي اعمل اعتصام واضراب عن الطعام عشان اقابلك؟ ما انا قدامك طول النهار في المدرسه. يا مستر انا بعتبر حضرتك والدي وحضرتك ما ردتش عليا. ما ردتش عليك في ايه؟ يا مستر انا كنت عايز اخد راي حضرتك في موضوع وحضرتك لا رديت عليا ولا عبرتني. لا رديت عليك ولا عبرت. قصدك يعني؟ ايوه يا مستر قصدي يعني حتى بالاماره حضرتك ساعتها قلت لي الموضوع ده ما ينفعش نتكلم فيه في المدرسه، صح ولا لا؟ قرب يا رياض. انت عندك كام سنه؟ انا دلوقتي مش صغير يعني عندي يعني انا قعدت في ثالثه ثانوي ثلاث سنين وفي ثانيه ثانوي سنتين. يا فرحتي يا فرحتي. ما خدتش الثانويه العامه. الكبير كبير بعقله بعلمه بشهادته. ها؟ مش اجسام البغال وعقول العصافير. يا مستر انا عايز اقول لحضرتك بس. هي مش عايزاك. مش عايزاني؟ قالت لي مش عايزاك، هتعمل بيك ايه؟ يا رياض يا ابني اعقل. خد الثانويه العامه وخش الجامعه وانجح بعدين خطط لحياتك. هتتجوز واحده تصرف عليها منين دلوقتي؟ وساعه ما تتجوز اختار اللي من توبك وتناسبك. يا مستر ده انا بعتبر حضرتك والدي. انا لو كنت والدك كنت رقعت لك سدالك التخينه دي عشان تفهم. يلا اطلع بره عشان ارد على التليفون. الو. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اكلم الاستاذ عبد الحميد دراز؟ انا الاستاذ عبد الحميد دراز. وانا كمال ابو العزم. مين يا استاذ؟ حضرتك انا كمال ابو العزم الصحفي. اهلا وسهلا. ارجو ان انا ما اكونش ازعجت حضرتك. لا مفيش ازعاج. تحت امرك يا استاذ كمال. الامر لله يا استاذ عبد الحميد. ده احنا اللي تحت امر حضرتك. الحقيقة أنا يعني كنت بستأذن عشان نعزم نفسنا على قهوة عندك. عندي فين؟ في بيت حضرتك لو ما عندكش مانع. حضرتك سامعني؟ أستاذ عبد الحميد حضرتك سامعني؟ سامعك. يا ريت ما كنتش ضايقت حضرتك. الحقيقة أنا صاحب الاقتراح ده باعتبار إن حضرتك صاحب حق عندنا. أنتوا عارفين إن أنا ليا حق عندكم؟ حق ابنك طبعا. بالمناسبة يا أستاذ عبد الحميد أنا مقدر موقف حضرتك وبحترمه جدا، ولو حضرتك رفضت طلبنا أنا مش هزعل.
بالمناسبة كمان أنت سامعني يا أستاذ عبد الحميد؟ اتفضل حضرتك، عايز تقول إيه؟ يعني كنت عايز أقول بالمناسبة دي إن المسألة دي بعيدة عن موضوع القضية. بعيدة عن القضية يعني إيه؟ يعني لو حضرتك شايف إن اعتذارنا ما يكفيش وعايز تستمر في القضية وتاخد حق ابنك بالقانون إحنا مش هنزعل، بس أنا شخصياً شايف إن إحنا لازم نعتذر لحضرتك، إنسانياً لازم كلنا نعتذر. أنا شخصياً عايز أستريح وابني كمان عايز يستريح، لو سيادتك وافقت أنا هطلب شكري عبد الرؤوف والعتر بيه، وأعتقد إنهم في الحالة دي مش هيمنعوا. أنت سامعني يا أستاذ عبد الحميد؟ أيوة سامع. سيادتك يعني ما ردتش عليا. عاوزني أرد أقول لك إيه؟